زراعة الكلى وزرع خلايا جذعية. بلغ مجمل عمليات زراعة الأعضاء في الجزائر سنة 2021 557 عملية ناجحة، إلا أن العدد لا يلبي الطلب المتزايد سنوياً. هو ما أكده وزير الصحة خلال لقاء تقييمي لنشاط زراعة الأعضاء. تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى و 334 عملية زرع خلايا جذعية خلال سنة 2021. عمليات الزرع على اختلاف أنواعها من المتبرع الحي لا يمكنه أن يلبي كافة الطلب الذي هو في تزايد من سنة إلى أخرى. وفي هذا الإطار تعمل الوكالة الوطنية حالياً على إعادة بعث عملية الزرع من المتبرع الميت دماغياً مورانسيفاليك، وذلك عن طريق إشراك جميع الفرق والقطاعات الفاعلة التي يمكنها المشاركة في عملية التحسيس، على غرار قطاع الشؤون الدينية. الاستفادة من أعضاء الموتى دماغياً في المستشفيات إجراء تعكف وزارة الصحة والوكالة الوطنية لنقل وزرع الأعضاء والأنسجة على التحسيس بأهميته ضمن مخطط وطني لمنح حياة جديدة لآلاف المرضى. الناس ما مش موالفين بهذا الشيء هذا، ويخافوا، ما عندهمش ثقة. يقول لك بكل صراحة ما عندهمش ثقة في الأطباء. يقول لك بلك بغى يسرق لي الأعضاء، بلك بغى هذا ماشي ميت وقلبه راه يخدم. ما يبي با لا كولتور، ما عندهمش لانفورماسيون. وحنا واش رانا نديرو دروك؟ رانا نعلموا الناس باللي واحد اللي موت المخ نتاعو راهو ميت، ولكن نفهموه ثاني علاش القلب راه يخدم. على خاطر سي ارتيفيسيال، رانا هذاك القلب نخدموه باش ما يموتوش الاعضاء هذوك. بو ارتيفيسيالمون مانتينير ان كور باتون بور سوفي le rein, le foie, le poumon, etc. en attendant que les organes soient prélevés. La question, bien sûr, fondamentale, est-ce qu'on peut se tromper ? On ne peut plus se tromper pour le diagnostic de la mort encéphalique. Mais je vais vous dire, il y a un mot qui s'est démarré, il y a un mot qui s'est démarré, le mot qui s'est démarré, يبقى تطوير عمليات زراعة الأعضاء مرهوناً بتطوير النظام الصحي وتحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الموت كفعل يؤجر عليه صاحبه، وينهي معاناة آلاف المرضى في قائمة الانتظار للظفر بعملية الزرع.